We all believe that children are future leaders of tomorrow. I will sacrifice to do my best for these children to be great leaders in Islam. Akwaita mwala ferra ustaz al-amin topmu ustaz oltu miyalo ngongkagile watu watu aka hanyi puruka didnol support both financially and physically. Ustaz al-amin top manna dan watu dorom birkos mbeyalo ne watu tambila dorom molu le korono tanka ala karam moto. Dinnowol yaka Qur'ani competition dati junale wala dina ustaz al-amin top aya dinnowol ta ay hanyindi ake support by doing Qur'ani competition la momo winta ay fenta ay landi blokan amantra ke kam pro dinnowol le financial soto damma bari pro dinnowol le knowledge soto an yale ba Qur'ano karna nyamen bari nga fay ko ustaz mo yalon ko abo mum provide kan gambia jang hani sen sama nyamantra jang dinnowol bata dawo dai be fan nafala kon ustaz al-amin top ka fay ko tonya tonya ne do ko jale gambia society ka fay ko inim bara jatola moyti alma ale ay dara yirwa sinin sama mbé sinin sama ay ka university baté gambia to jam até mol mon dalta ka afri islamic tv jive mbafla ha ko bande ñine loko flaté video mon do na youtube channel oto mba mo bay tv jibe kan drom mbafla le do la fa afri islamic tv jani video commencer la dorom ba fala please subscribe ya like ya comment ya share ya lamo ni Qur'an competition am ya lango wala kata al habibatu institution of al amin top be na si na lamo na jibe hanin ta famo bada min dem basila na lamo na jibe hasbi rabbi jalla allah ma fi qalbi غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لكم نبي مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وعصوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا السؤال الثاني قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أمد ولن أجد من دونه ملتمدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإنه نار فإنه يسلك إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإنه يسلك من فإنه
فإنه إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإنه نار جهنم فإنه يسلك من بين فإنه لا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. اقرأ بداية المرسلات والمرسلات عرفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نصرا والسابعات فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا قضا أو نضرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل عقدت لأي يوم عجلت بأي يوم وإذا الرسل بأي يوم عجلت وإذا الرسل عقدت لأي يوم عجلت ليوم الفصل فما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نبئهم الآخرين وإذا الرسل أقتت بأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها تكاد تميز من الغيب كلما
ألقي فيها فوج سألهم فذكرها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله به لقد تميز النقيب كلما ألقي فيها كلما ألقي فيها فوج سألوا خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكذبنا فقالوا تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا ديانا السؤال الثالث يبسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ترهقها قترا بسم الله الرحمن الرحيم ترهقها قترا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث إنا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسلمون فطوف عليها إنا بلونا
سنسمه على الخرطوم. أفسد الله يقولوا بني نبأ. والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل ماذا أراد الله والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا بهذا والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر قل والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له يوم هاهنا آمين ولا طعام إلا من غسلين لا يحض
ولا يحض على طعام المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحض على طعام المسكين فليس له يوم هاهنا حميم ولا ولا يهد على طعام المسكين فليس له يوم هاهنا حميم ولا فكر وقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر. وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء فرعون وقال قبله والمتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن وعيا
إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. السؤال الثاني: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم عدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر منه القرآن علم أن سيقول منكم أقرأوا ما تيسر من القرآن السؤال الأخير الآية الطارق والسماء والطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.
النجم السامر إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما داخل يخرج من بين السلم والتراعي إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالعزم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بارك الله فيك. ولا تلعب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وأملي لهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون بسم الله الرحمن وأملي لهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدعني ومن يكذب بهذا الحديث السؤال الثاني رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم أجلا هجرا جميلا وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنة واصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا وأملي لهم من واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
الموت. السؤال الأخير: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بارك الله فيك. بنتك مرة. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. السؤال الثاني: وبرزت الجحيم لمن يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وعاثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت مُنذِرُ من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا أشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. السؤال الأخير: لسعيها راضية. بسم الله الرحمن الرحيم.
لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة العالية لا تسمع في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرضوعة وأكواب مرضوعة في جنة العالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة وأكواب مرفوعة وأكواب مرفوعة وأكواب مرفوعة وأكواب موضوعة حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.